بسم الله الرحمن الرحيم. كنا السيشنز اللي فاتت اتكلمنا على اللور لايرز، الفيزيكال لاير، وفوقها ده تانينك لاير. السيشن بتاعت النهارده باذن الله هنتكلم على النتورك لاير بشيء من الاختصار كده. بدايه، النتورك لاير الوظائف العامه بتاعتها هي الادريسنج، لان هي اللي بتحط الاي بيز على الباكتس او جوه الباكتس، بلس ان النتورك لاير او البروتوكول زي ما قلنا جواها مسؤوله عن الانكابسيوليشن والديكابسيوليشن، اللي هي وضع الهيدرز بصفه عامه على السيجمنتس او الداتا جرام اللي جايه من المرحله اللي فوق اللي هي الترانسبورت، وبتعمل كمان راوتنج اللي هي سيلكتنج ذا بيست باس بتوين الهوستس and between the routers and different networks. هنتكلم بشيء من التفصيل عن الوظائف ديت. اشهر بروتوكولات موجوده في نتورك لاير هي الاي بي فيرجن 4 اللي هو كومون جدا، والاي بي فيرجن 6 واللي اصبح كمان يكون اصبح موجود بصوره اخذه في الازدياد على معظم الاجهزه، سواء كانت اجهزه كمبيوتر او رواتر وسويتشات. مش بس اي بي فيرجن 4 واي بي فيرجن 6، كمان كان عندنا في اجهزه نتوير، وديت اجهزه اوبريتنج سيستمز كانت عاملاها شركه نوفل، بروتوكول الاي بي اكس بديل عن الاي بي بروتوكول. كمان عندنا على اجهزه الابل عندنا بروتوكول ابل توك بديل عن الاي بي بروتوكول، ومن زمان قوي كان في بروتوكول اسمه ديك نت بس مش موجود حاليا. يعني اشهر بروتوكولات موجوده دلوقتي هي بروتوكولات الاي بي بنوعيها، سواء اي بي فيرجن 4 او اي بي فيرجن 6. الرسمه اللي قدامنا بتوضح عمليه الانكابسوليشن، اللي هو وضع الاي بي هيدر على السيجمنت اللي جايه من التي سي بي، او لو جايه من اليو دي بي بيسموها داتا جرام. فهنا ده مثال لوضع الهيدر على السيجمنت. الاي بي بروتوكول تحديدا له مجموعه من الكاركترستكس. اول كاركترستك فيه ان هو كونكشن ليس بروتوكول، الـ IP protocol is a connectionless protocol، بلس ان هو best effort protocol او ما فيهوش reliability، وطبعا independent على الميديم الموصل لأجهزة ببعضها. وخلينا نتكلم في كل خاصية من دول على حدة. اول حاجة، اول خاصية للـ IP protocol سواء IP version 4 او IP version 6 هو connectionless protocol. connectionless protocol بمعنى ايه؟ بمعنى ان اول ما يجيله سيجمنت من التي سي بي بروتوكول او من اليو دي بروتوكول الموجود في المرحله اللي فوق اللي هي الترانسبورت، على طول بيحط الهيدر وبيبعتها للمرحله اللي بعديها. يعني معنى كده انه مش بيتاكد الاول ان الطرف الثاني هي اكسبت او ويل اكسبت الباكت دي ولا لا، طالما بيبعت على طول من غير ما يستابلش كونكشن مع other IP بروتوكول اللي في الجهاز البعيد او الجهاز الثاني، يبقى كده بروتوكول كونكشنلس. على عكس مين؟ على عكس التي سي بي بروتوكول اللي في المرحله اللي فوقه. التي سي بي بروتوكول از ا كونكشن اورينتد بروتوكول، بمعنى ان هو قبل ما يبعت السيجمنت للطرف الثاني للتي سي بي في الجهاز الثاني، لازم الاول يبعت مجموعه من الرسائل عشان يتاكد ان الطرف الثاني willing to accept message، يعني قادر ومستعد انه يستقبل المسج دلوقتي. يبقى الاي بي بروتوكول از ا كونكشن ليس بروتوكول. ادي اول خاصيه. الخاصيه الثانيه ان الاي بي بروتوكول از ا بيست ايفورت بروتوكول. يعني ايه بيست ايفورت؟ بيست ايفورت يعني ما يقدرش يضمن لي ان الباكت هتوصل الديستنيشن، ما يقدرش يوصل ان الباكت يضمن ان الباكت هتوصل، ما بيقدرش يعمل برايورتيزيشن للباكت عشان يضمن ان دي هتوصل او ما توصلش. يعني وارد جدا يحصل لوس، والاي بي بروتوكول في حد ذاته ما بيعرفش يريكفر اللوس، ما بيعرفش يريكفر لو حاجه حصلت في السكه او حصل لوس او دروب لباكتس في السكه. يبقى معنى كده ان الاي بي بروتوكول از ذا بيست ايفورت بروتوكول. الخاصيه الثالثه فيه اللي هو ميديا اندبندنت. اتكلمنا المره اللي فاتت على لاير 2 بروتوكولز، وعرفنا ان هي المسؤوله عن التشانل اكسس ديبندنج على نوع الميديم بقى بتاعنا، والفيزيكال لاير هي اللي في الاخر بتحول البيتس لمجموعه من السيجنالز ديبند على البروتوكول المستخدم ونوع الميديم. معنى كده ان الهاير لاير بدايه من الاي بي بروتوكول ملهاش علاقه بنوع الميديم،
لان دي مش مسؤوليتها انها تعمل مع ميديوم، دي مسؤوليه اللور لايرز اللي تحتها. يبقى الاي بروتوكول از ميديا اندبندنت بروتوكول، واضح في الرسمه ان ممكن يكون ما بين تو راوترز اوبتيكال فايبر، هنا ايثرنت كابل او يو تي بي مثلا، هنا وايرلس. بروتوكول الاي بي ما بيفرقش معاه نوع الميديوم، الهيدر اللي بيحطه ما بيتغيرش مع تغير نوع الميديوم اللي هيشيل الداتا او الباكيت ديتا. اول وظيفه قلنا بتحصل في مرحله النتورك لاير هي وظيفه الانكابسوليشن. وظيفه الانكابسوليشن معناها انه يبوت الهيدر على السيجمنت. بمجرد ما يتحط الهيدر على السيجمنت او الداتا جرام اللي بصفه عامه ممكن نسميها سواء سيجمنت داتا جرام ترانسبورت لاير فيديو، يبقى دي كده على بعضها اسمها اي بي باكت، او اختصارا باكت على طول. يبقى دي معنى كلمه انكابسوليشن. ودي انكابسوليشن هي عكس عمليه الانكابسوليشن اللي بيحصل عند ريسيفر، اللي هو لما ريسيفر يشيل الهيدر بتاع الاي بي بيبقى عنده في الاخر السيجمنت او الداتا جرام او بصوره عامه الترانسبورت لاير فيديو، يبقى كده الديستنيشن عمل دي انكابسوليشن. ايه اهم الفيلز اللي بيحطها الاي بي بروتوكول فيرجن 4 على السيجمنت او الداتا جرام اللي جاي من ترانسبورت لاير؟ بدايه الفيلد الاولاني اللي اسمه فيرجن، ده اللي بيتحط فيه نوع الاي بي بروتوكول، هل هو اي بي فيرجن 4 او اي بي فيرجن 6. يبقى الايدنتيفيكيشن بتاع نوع الاي بي بروتوكول اللي عامل انكابسوليشن للداتا بيتحط هنا في الفيرجن فيلد، بلس بعديها اللينس او التوتال لينس بتاع الهيدر نفسه بتحط في الخانه اللي بعدها. مهم قوي خانه الدي اس سي بي دي، او الفيلد بتاع الدي اس سي بي. الدي اس سي بي اختصار ديفرنشيتد سيرفيس كود بوينت، ديفرنشيتد سيرفيس كود بوينت. والدي اس سي بي عباره عن 6 بت، عن 6 بت. الدي اس بي بيستخدم في ايه؟ الدي اس بي بيستخدم في كلاسيفيكيشن للديتا اللي محطوطه جوه السيجمنت، بمعنى ان محطوط مثلا هنا صوت، يبقى نقدر نحط ان هو كود معين، يبقى مجرد ما نقرا الكود ده نعرف ان هنا صوت، فنقدر بعد كده نتعامل معاه بصوره مختلفه عن باقي الداتا. والله انا عايز اميز داتا عن التانيه، عايز اميز فلو عن فلو، يعني عايز اميز مثلا الفيديو عن الداونلود، ساعتها لازم نكلاسيفاي، ندي ده قيمه وده قيمه. ازاي نعمل القصه ديت؟ ان احنا هنكتب ان هو كود للداتا اللي هنا مختلف عن الكود التاني بتاع النوع التاني من الداتا. يبقى عن طريق الستة بت اللي دول الموجودين هنا هم دي سي سي بي، اقدر اكلاسيفاي وامارك، امارك يعني اعلم احط قيمه معينه للديفرنت تايبس اوف ترافيك. يبقى دي مهمه جدا في جزئيه الكواليتي اوف سيرفيس، لان الكواليتي اوف سيرفيس اول حاجه فيها اني اقدر اكلاسيفاي، احدد وامارك واعلم او احط اكواد للديفرنت تايبس اوف ترافيك ديبندنج على الريكويرمنتس بتاع كل ترافيك. ده في جزء الدي اس سي بي. عندنا 6 بت، يبقى انا ممكن اعمل كلاسيفيكيشن ل 64 ديفرنت تايب اوف ترافيك، وهنتكلم فيها بشيء من التفصيل في السيشن بتاعت الكواليتي اوف سيرفيس. من اهم الاجزاء الموجوده برضو في الاي بي فيرجن 4 هيدر الجزء بتاع التايم تو ليف. تايم تو ليف، التايم تو ليف في الماكسيمم نمبر اوف هوبس او الماكسيمم نمبر اوف راوترز الموجودين في السكه ما بين السورس والديستنيشن. فور اكزامبل، لو مكتوب في التايم تو ليف 4، يبقى معنى كده ان اقصى عدد من الرواتر من السورس للديستنيشن هي 4 رواتر. لو زودنا راوتر خامس ساعتها عند الراوتر الرابع هيحصل ديسكاردنج للاي بي فيرجن 4 باكيت كلها، لان القيمه دي بتنديكيت الماكسيمم نمبر اوف هوبس او الماكسيمم نمبر اوف راوترز الموجوده في المسار بين السورس ديستنيشن، وبتقل القيمه دي كل ما عدينا على راوتر. يعني لو موجوده قيمتها 4، بعد اول راوتر هتبقى 3، بعد ثاني راوتر هتبقى 2، هتبقى 1، هتبقى 0. الراوتر اللي هينزلها من 1 ل 0
هيديسكارد الفريم كله او هيديسكارد الباكت كلها. يعني علشان كده دي اسمها تايم تو ليف، وقت الحياه، اللي هو عدد الرواتر اللي لازم تعدي على الباكتس بيفور انها يحصل لها ديسكاردنج او تموت او تختفي او يحصل لها دروبينج. ليه اصلا حاطين القيمه ديت؟ يعني ليه حاطينها في الفيلدز بتاعت الاي بي فيرجن 4؟ علشان مشكله بتحصل في الشبكات الموجود فيها رواتر اسمها راوتينج لوب. راوتينج لوب ايه الراوتينج لوب؟ مشكله ما بين الرواتر وبتحصل نتيجه للكونفيجوريشن او مشاكل في الراوتينج بروتوكول المستخدم في الرواتر، بتخلي الباكتس تعدي ما بين راوترين بصوره لا نهائيه. يعني راوتر بيبعت الباكت للراوتر اللي بعده، وراوتر اللي بعده يرجعها له تاني، وراوتر الاولاني يرجعها له تالت، وتفضل الباكت تلوب او تلف ما بين تو راوترز، تعمل لي لود على الراوترز وتبطئ لي الشبكه كلها. فعلشان ما نسمحش للراوتنج لوب دي انها تعيش فور ايفر او تبقى موجوده الى ما لا نهايه، انهم حاطين ان هو قيمه عدديه، ما كل ما الباكت دي تعدي على راوتر يقوم ينزل لي القيمه اللي هنا ب1 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 وهكذا طول ما بتعدي على الرواتر. بالتالي هيجي لها وقت توصل لزيرو، واول راوتر يلاقيها زيرو يقوم يديسكارد الباكت دي كلها فيوقف الراوتنج لوب. يبقى مهمه التايم تو ليف انها توقف لي الراوتنج لوب لو حصل في الشبكات الكبيره والموجود فيها راوترز. طبعا من دور مدير الشبكات او النتورك ادمنستريتورز انهم يمنعوا اصلا حدوث الراوتنج لوب بعمل كونفيجوريشن للرواتر بصوره سليمه، واختيار راوتنج بروتوكول ما يكونش بيسمح او بيعمل لي راوتنج لوبس ما بين الرواتر وبعضها. الخانه اللي اسمها بروتوكول دي بتشاور على البورت نمبر بتاع الهاير لاير بروتوكول اللي هي تي سي بي او يو دي بي. بمعنى الاي بي فيرجن 4 موجود في النتورك لاير الموجوده في الاو اس اي او الانترنت لاير في تي سي بي اي بي. ايه المرحله الموجوده فوق الانترنت او النتورك لاير؟ مرحله الترانسبورت. مرحله الترانسبورت مينلي فيها تو بروتوكولز، تي سي بي ويو دي بي. تي سي بي ويو دي بي، لو اللي باعت السيجمنت تي سي بي يبقى هيتحط ان هو 6، لو اللي باعت الداتا جرام يو دي بي يتحط هنا 17. يبقى القيمه اللي هنا بيتكتب فيها رقم البروتوكول اللي في المرحله اللي فوق الانترنت، من لي 6 او 17. 6 بروتوكول التي سي بي فيكسد طبعا الرقم دوت، 17 بروتوكول اليو دي بي وبرده فيكسد له. اما الخانتين اللي عليهم الدور هنا ديت السورس اي بي ادرس والديستنيشن اي بي ادرس، او العنوان بتاع الاي بي بتاع الجهاز الراسل السورس جهاز اللي بعت الداتا، والديستنيشن اي بي ادرس الموصل اليه. خلينا فاكرين ان قيمه السورس اي بي والديستنيشن اي بي ما بتتغيرش اثناء مرور الداتا ديت او الفريم او الباكت دي من الروايه بتاعت الشبكه. يعني الجزء بتاع السورس اي بي والديستنيشن اي بي قيمته ما بتتغيرش، فيكسد. يعني معنى كده لو احنا موجودين في جهازنا في البيت وبنكلم فيسبوك، فالداتا اللي خارجه من الجهاز بتاعنا فيها الاي بي بتاعنا والاي بي بتاع الديستنيشن اللي هو فيسبوك دوت كوم مثلا، والعناوين دي ما بتتغيرش طول ما احنا ماشيين في الشبكه من اول البيت لغايه السيرفر بتاع الفيسبوك الموجود مثلا في يو اس اي. استثناء صغير قوي ممكن يحصل فيه تغيير في الاي بي لو الراوتر اللي عندنا عامل او مشغل خاصيه اسمها نات. نات نتورك ادرس ترانسليشن. نتورك ادرس ترانسليشن، لو الراوتر شغال عليه البروتوكول او البروجرام اللي اسمه نات، ساعتها بيتغير السورس اي بي عند اول راوتر. بيتغير السورس اي بي عند اول راوتر، وهنتكلم شويه عن النات باذن الله كمان عدد من السلايدز. الاي بي فيرجن 6 ميزته الاساسيه اللارج ادرس سبيس. يعني ايه؟ كان عندنا في الاي بي فيرجن 4 32 بت في اللينس بتاعه، الطول بتاعه 32 بت. ال 32 بت دول يعملوا لي تقريبا 4 مليار ادرس. 4 مليار اي بي ادرس. خلاص الاي بي فيرجن 4
خلص، ما بقاش فيه اي بيز جديده نقدر نديها لاجهزه السيرفرات الموجوده على الانترنت واللي بيسموها ريال اي بيز. علشان كده كان في نيد ان احنا نعمل اي بي بروتوكول جديد يكون العنوان اللي بيستخدمه طوله كبير عشان احتمالاته تبقى كبيره. من هنا جاء الاي بي فيرجن 6. اي بي فيرجن 6 اللينك بتاع الادرس فيه 128 بت، فاحتمالاته 340 في 10 اس 36 ادرس، طبعا قيمه مهوله جدا. ساعتها نقدر بقى نحط اي بيز على كل حاجه، نحط اي بيهات للموبايلز، نحط اي بيهات للاجهزه المنزليه، نحط اي بيهات طبعا اجهزه الكمبيوتر، نحط اي بيهات للعربيات. وهنا ده مصطلح الانترنت اوف ثينجز. يبقى الانترنت اوف ثينجز تعتمد اساسا على وجود اي بي ادريسز فيرجن 6 على كل الديفايس اللي ممكن تتكلم مع بعضها من خلال شبكه الانترنت. فطبعا معنى كده ان استخدام الاي بي ده بقى اساسي، كل ما عدد الاجهزه بيزيد على مستوى العالم، وات ايفر نوع الاجهزه دي ايه، سواء كمبيوترز، موبايلز، عربيات، اجهزه منزليه وهكذا، يبقى محتاجين اي بيز تقدر تسبورت العدد الكبير دوت من الاجهزه. بلس ان في اي بي فيرجن 6 في اليمينيشن لاستخدام النات. اليمينيشن يعني ما بنستخدمش النات. خلينا نقول يعني ايه نات بسرعه دلوقتي. الاي بي فيرجن 4 في منه نوعين، في نوع اسمه بابليك اي بي او ريال اي بي، ونوع اسمه برايفت اي بي. البابليك اي بي هو الاي بي الموجود على اجهزه السيرفرز الموجوده على شبكه الانترنت. يعني لو احنا عايزين نعمل عندنا في البيت جهاز سيرفر بحيث احط عليه موقع انترنت والناس تدخل على الجهاز اللي عندي تشوف الموقع اللي على جهازي، لازم الجهاز بتاعي يبقى له ريال اي بي. طب نجيب الريال اي بي منين؟ نشتريه من الانترنت سيرفيس بروفايدر اللي انا مشترك معاه. يعني في مصر لو احنا متوصلين عن طريق شبكه تي اي داتا مثلا او شركه تي اي داتا، وانا محتاج ليا ريال اي بي احطه على الجهاز بتاعي عشان جهازي هيبقى سيرفر، يبقى ساعتها انا محتاج اروح اشتري من تي اي داتا اي بي ادرس ريال وادفع لها فلوس كل شهر واحط الادرس دوت على الجهاز الكمبيوتر بتاعي. كده جهازي تقدر الناس تدخل عليه من على شبكه الانترنت. طبعا مش كل اليوزرز بيحتاجوا ريال اي بي. طب ايه الحل البديل عشان الناس تدخل على الانترنت من غير ما يشتروا ريال اي بي؟ ساعتها يحطوا على اجهزتهم برايفت اي بيز. البرايفت اي بيز 3 رينجز، 10.xxx ادي اول رينج، الرينج الثاني 172.16.x.x الى 172.31.xx 172.31.x، واخر رينج 192.168.x.x، وتفضل طبعا قيمه الاكس ديت ايه، يعني من 0 لغايه 255. طيب كده اخترنا لجهازنا وليكن الجهاز بتاعي دوت 10.0.0.1، يبقى كده برايفت اي بي. علشان الجهاز ده يبقى على الانترنت لازم يكون له ريال اي بي. طب يبقى احنا محتاجين جهاز في النص، الاي بي البرايفت اللي خارج من الجهاز بتاعي او الموجود في الباكتس اللي خارجه من الجهاز بتاعي يشيله ويحطه مكانه ريال اي بي، واللي هيعمل لي الوظيفه دي هو الراوتر. الراوتر الموجود عندي في البيت اللي انا شاريه او جايبه من شركه تي داتا مثلا، يبقى الراوتر اللي عندنا هيشغل وظيفه اسمها نتورك ادرس ترانسليشن. ومن اسمها نتورك ادرس يعني اي بي ادرس، ترانسليشن يعني بيحل احلال محل او بيبدله. معنى النت ايه؟ معناها ان الباكت اللي خارجه من الجهاز بتاعي جاي من سورس اي بي 10.0.0.1، وده برايفت. البرايفت اي بي نوت راوتابل على شبكه الانترنت. تاني، البرايفت اي بيز نوت راوتابل على شبكه الانترنت، يعني ما ينفعش باكت جاي من اي اي بي برايفت يمشي على شبكه الانترنت. في الحاله ديت يبقى لما يطلع من عند باكت جاي من الجهاز الاي بي بتاعه 10.0.0.1، لما تمشي الباكت لغايه الراوتر، الراوتر يشيل الاي بي البرايفت ويحط مكانه اي بي بابليك او ريال متسجل مسبقا على الراوتر دوت. ساعتها يبقى كده الراوتر بيتشينج السورس اي بي من برايفت الموجود جوه الشبكه للبابليك الموجود عليه هو، اللي طبعا هو جايبه من شركه الانترنت اللي انت سيادتك مشترك معاه.
يبقى كده تقدر الباكيتات ديت بعد تغيير السورس اي بي من برايفت لبابليك تمشي على رواتر شبكه الانترنت وصولا لموقع الفيسبوك، والفيسبوك يرجع لك الباكيت او يرد عليك، يقوم راوترك يعمل العكس، يشيل البابليك اي بي الموجود في الرساله ويحط مكانها البرايفت اي بي اللي كان موجود عندك جوه. طب احنا ليه اصلا لجأنا لكل القصه ديت؟ لان الاي بي فيرجن 4 البابليك خلصت ما عادش فيه جديد، فبالتالي استخدمنا البرايفت وخلينا الراوتر يغير من برايفت لبابليك. طب حد يقول طب ما احنا بس فقط بدلنا من ده لده، احنا كده ما غيرناش في الاعداد. لا، احنا لو عندنا شبكة لان فيها 20 جهاز كمبيوتر، كل جهاز له اي بي مختلف برايفت، كلهم في الاخر بيطلعوا باي بي واحد بس بابليك موجود على الراوتر، يبقى كأننا حولنا ال 20 برايفت اي بي ادرس لاي بي واحد بس موجود على الراوتر اللي هو الريل. فطبعا كده وفرت لنا شويه من الريال اي بيز او البابليك اي بيز. باستخدام الاي بي فيرجن 6 نو نيد للنات، لان عندنا اي بي فيرجن 6 عادها كتير جدا، ممكن كلنا نكون عندنا اي بي فيرجن 6 ريال على اجهزتنا، وما نضطرش بقى اننا احنا نستخدم برايفت ونعمل ناتنج على الرواتر والقصه دي. فوجود الاي فيجن 6 عمل لي اليمينيشن او نوت نيد ان احنا نستخدم نات على الرواتر. برضو الاي فيجن 6 بيسبورت السكيورتي، اما الاي بي فيجن 4 نوت سبورت السكيورتي او ما فيهوش بيلت ان سكيورتي بروتوكولز. شايفين الفرق ما بين الاي بي فيجن 4 هيدر والاي فيجن 6 هيدر؟ طبعا اللينس بتاع الهيدر اكبر، لان الادرس ده كمان حجمه زاد، ده كان 32 بت، ده 128 بت، بلس ان برضو هنا في فيرجن وهنا فيرجن اللي بيكتب فيها نوع البروتوكول. اختلاف بسيط قوي ما بين الاثنين، هنا كان الجزء بتاع الكواليتي اوف سيرفيس اللي كان بيتحط فيه الكود بتاع الداتا المتشاله في الباكت اللي هو الدي اس سي بي، يعني كان اسمه تايب اوف سيرفيس، او الجزء اللي جواه كان اسمه دي اس سي بي، هنا اسمه ترافيك كلاس. تمام، يعني باستفاضه احنا مش هنتكلم كتير في الاي بي فيرجن 6 ده، يعني مش موضوعنا قوي دلوقتي، لو احتاجناه باذن الله بعد كده هنبقى نشرحها باستفاضه. الوظيفه الثانيه اللي بيعملها الاي بي او النتورك لاير بروتوكول هي وظيفه الراوتنج. الوظيفه الاولانيه كانت الانكابسوليشن واللي موجود جواها الادرسنج كمان. وظيفه الراوتنج بصفه عامه معناها ديترماين ذا روت، تحديد المسار. لو اتكلمنا على الرواتر يبقى ديترماين ذا بيست روت او ديترماين ذا بيست باث، ذا بيست باث. بس لازم تكون عارفينه ان مش بس اجهزه الراوتر بتعمل لي راوتنج، ده كمان اجهزه الكمبيوتر بتعمل راوتنج، وبيسموه لوكال راوتنج او لوكال هوست راوتنج. يبقى وات ايفر، اجهزه الكمبيوتر او الرواتر بتعمل راوتنج، بس هنا بتعملها باستخدام بروتوكولز زي بروتوكول الريب وبروتوكول الاو اس بي اف والاي اي جي ار بي مثلا، اما هنا بتعمل بيلت ان او يعني انترنالي جوه اجهزه الويندوز او جوه بصفه عامه نظام التشغيل سواء كان ويندوز او لينكس او يونكس. ده بيوضح الهوست راوتنج تيبل. طالما قلنا هوست راوتنج تيبل يبقى الراوتنج تيبل موجود جوه اجهزه الكمبيوتر. الطبيعي ان جهاز الكمبيوتر بيبقى متوصل براوتر عشان لو عايزين نطلع على الانترنت. جهاز الكمبيوتر بيكون له اي بي ادرس، والاي بي دوت جزء من نتورك اي دي، يعني اي بي من ضمن مجموعه اي بيز موجوده في الشبكه اللان او الشبكه الصغيره اللي جهازنا موجود فيه. لو الجهاز مطلع باكت لنيبور ماشين، يعني جهاز جنبنا في نفس الشبكه، ساعتها بيبعت النتورك او الباكت دي لكارت الشبكه اللي عنده مباشره، ما يبعتش حاجه للراوتر. فالمسار ده بيسموه لوكال نتورك روت، وده مسار قياسي اساسي، لان طالما بنتكلم مع اجهزه في نفس اللان يبقى هنطلع على اللوكال نتورك روت. لوكال نتورك روت معناها اني ما بطلعش على الراوتر، ما ببعتش الفريم ده دوت للراوتر، ببعته من الماك بتاعي للماك بتاع الديستنيشن دايركت. يبقى المسار اللي احنا رايحين له هو اللوكال نتورك روت. اما لو احنا طالعين لديستنيشن
بره النتورك على الانترنت مثلا، يبقى لازم نوجه الباكيت دي للجيت واي اللي هو الراوتر اللي عندنا. يعني هنحط الماك ادرس بتاع الراوتر كديستنيشن والماك بتاعنا احنا كسورس. ساعتها المسار ده بيسموه لوكال ديفولت روت. لوكال ديفولت روت ليه سموه ديفولت روت؟ لانه المسار القياسي لاي شبكه انا مش عارف اوديها فين. يعني عايز اروح من الجهاز بتاعي لسيرفر الفيسبوك او لسيرفر ياهو او لسيرفر مصري او لسيرفر جوجل او عايز تروح لاي شبكه ما انتش عارف او مش مكتوبه عندك في الراوتنج تيبل الموجود جوه الكمبيوتر، هتبعتها للديفولت روت اللي هو الراوتر بتاعنا. الامر اللي دوت اللي هو نت ستيت ماينس ار، نت ستيت ماينس ار، او امر تاني اسمه روت برنت، روت برنت جوه اجهزه الويندوز، ده بيبين لي الهوست راوتنج تيبل. هنطلع من هنا بسطرين مهمين جدا. اول سطر هو السطر الاولاني اللي هو ايه؟ 0000 والماسك 0000 وديها على الاي بي ده اللي هو بتاع الراوتر او بتاع الجيت واي. معنى السطر ده ايه؟ ده الديفولت روت اللي شفناه في السلايد اللي فاتت. الديفولت روت معناها لو انت ما تعرفش، لو جهاز الكمبيوتر ما يعرفش الديستنيشن دي ابعتها لمين، لانها مش متسجله عندك الاي بي بتاع الديستنيشن او شبكه الديستنيشن، ابعتها للجيت واي. يبقى معنى كده لو الجهاز ده مطلع باكت رايح لاي حد مش موجود في شبكتك، يعني موجود على الانترنت، ساعتها الراوتر هيبعتها ليه الجيت واي اللي هو الاي بي بتاع الراوتر اللي هو اخره 1. عشان كده بيسموا السطر دوت ديفولت روت. ديفولت روت. اما لو الجهاز بتاعنا مطلع باكت لاي جهاز في نفس اللان، وفي نفس اللان معناها ان الديستنيشن بادئه بنفس النتورك اي دي 192.168.10 اللي هي نفس النتورك دي، ساعتها الراوت الجهاز الكمبيوتر هيدايركت الرساله لمين؟ هيدايركت، هيعمل دايركتنج ليها للاي بي اللي هو 10.10، يعني لنفسه، يعني الكارت الشبكه بتاعه. اوكي، وهنلاقي هنا قصاد كلمه جيت واي اون لينك، يعني على نفس اللينك، يعني مش هطلع ليه شبكه بره. فلما نلاقي كلمه اون لينك ونفس الاي بي بتاع كارت الشبكه اللوكال بتاعنا، معنى كده ان اي باكيت رايحه للشبكه دي هتطلع لكارت الشبكه. يعني ايه كارت الشبكه؟ يعني هيتحط فيها السورس ماك كارت الشبكه بتاعنا، والديستنيشن ماك هو الماك بتاع الديستنيشن الموجوده في نفس الشبكه بتاعتك. وطبعا زي ما اتفقنا المره اللي فاتت، اللي هيجيب الديستنيشن ماك هو الارب بروتوكول. السلايد هنا بتوضح بقى الجزء بتاع الديفولت روت اللي هو والله عايز توصل لاي حد انت ما تعرفوش، ومعنى كلمه ما تعرفوش معناها 0000 في النتورك اي دي، وفي الماسك برضو 0000 هيبعت لي الجيت واي عن طريق الاي بي بتاع كارت الشبكه اللوكال بتاعنا. نفس الكونسبت لو بنتكلم على اي بي فيرجن 6، بس مع اختلاف شكل الاي بيز. احنا اتفقنا ان اي فيرجن 6 بيكون 128 بت وبيكتبوا هيكس ديسمال، فهنلاقي هي خانه النتورك الشكل بتاع الاي بيهات مختلف. 2001 اف اي 80 طبعا بيكتب كلها هيكس ديسمال، هو نفس الكونسبت بس يطبق على الاي بي فيرجن 6. اما لو هنتكلم على الراوتنج الموجود على الرواتر، فالرواتر بتحدد البيست باص او افضل مسار باستخدام مجموعه من الطرق او مجموعه من البروتوكولز، زي بروتوكول او اس بي اف، زي بروتوكول ريب، زي بروتوكول اي اي جي ار بي، زي بروتوكول اي اس اي اس، زي بروتوكول بي جي بي، او سيمبلي ممكن الراوتر يعمل الراوتنج مانيوالي. يعني انا نتورك ادمنستريتور او انا مدير الشبكه وبعرف اتعامل مع الرواتر، فساعتها انا اكتب لو سمحت لو جات لك باكيتايه رايحه للديستنيشن نتورك كذا، ابعتها عن طريق المسار الفلاني او الانترفيس الفلاني. وبيسموا الطريقه ديت في عامل الراوتنج على مستوى الرواتر ستاتيك راوتنج. انما لو شغلنا برامج تحدد لي هي الراوتنج، يبقى كده احنا بنطبق دايناميك راوتنج بروتوكولز او دايناميك راوتنج. الامر اللي بنستخدمه في الرواتر عشان نشو او نعرض الراوتنج تيبل شو اي بي روت، ببساطه خالص هنلاقي مثلا هنا بيتقال السطر دوت ان عشان نودي باكت
للنتورك 10.1.1.0 اللي هي الشبكة ديت 10.1.1.0، ساعتها الراوتر يودي الباكيت دي على السيريال 000 اللي هو السيريال انترفيس الموجود على الراوتر هنا دوت. والاي بي بتاع الانترفيس المقابله اللي هي ديت بيتكتب قدامنا هنا بعد كلمه فاير، معناها ان الراوتر لو جاله باكت رايحه للشبكه دي هيبعتها للسيريال 000 علشان توصل للنكست هوب اي بي اللي هو اخره 226. ده سطر من سطور الراوتنج. طب السطر دوت اتكتب ازاي؟ الراوتر اتعلمه ازاي او عرفه ازاي؟ عرفه عن طريق بروتوكول موجود على الراوتر اللي هو بيرمز له بحرف دي، وحرف دي لو طلعنا فوق هنا هنلاقي مكتوب قدامه اي اي جي ار بي. اي اي جي ار بي ده راوتنج بروتوكول موجود على الراوترز من وظيفته ان هو يتعلم اوتوماتيكلي الراوتنج تيبل ويكتب لي السطور بتاعته جوه الراوتنج تيبل الموجود جوه الراوتر. طبعا موضوع الراوتنج موضوع كبير جدا، بس مش موضوعنا دلوقتي، فاحنا بس بنتكلم على كونسبتس او الوظيفه العامه اللي بتحصل في النتورك لاير. ده الانتري او السطر الواحد اللي احنا شفناه من شويه، ان ممكن يكون موجود فيه الديستنيشن نتورك وهو ازاي متوصل بالشبكه. يعني في المثال بتاعنا دوت بيقول لنا ان الشبكه 192.168.10.0 ديت دايركت كونكتد على جيجا ايثرنت انترفيس 0/0 اللي هي جيجا ايثرنت 0/0. فعلا الشبكه اهيت اللي بيقول عليها متوصله على الراوتر عن طريق الانترفيس جيجا 0/0، ومتوصله دايركت على الراوتر مش عن طريق راوتر تاني. نفس القصه السطر الثاني، بس السطر الثاني بيتكتب فيه الاي بي ادرس وليس النتورك، عشان كده مكتوب هنا كلمه ال اختصار كلمه لوكال، لوكال انترفيس يعني. انما السطر دوت ده لو الراوتر بيتكلم على نوت نيبور نتورك، يعني في المثال بتاعنا مكتوب ان عشان توصل للشبكه 10.1.1.0 ده الراوتر احنا شغالين عليه اللي هي الشبكه بعيده عنه، موجوده او متوصله عن طريق راوتر تاني. في الحاله ديت هتوصل لها عن طريق الانترفيس، بنكتب الاي بي بتاع النكست هوب اي بي اللي هو الانترفيس دوت الاي بي دوت، والسيريال انترفيس الموجودة على اللوكال راوتر اللي هو الانترفيس سيريال 0/0/0. واما جزئيه ال 90 ديت 90 دي بيسموها ادمنستريتف ديستانس، وديت بتعبر عن درجه المصداقيه بتاعه الراوتنج بروتوكول اللي حرفه موجود هنا اللي هو في المثال بتاعنا اي اي جي ار بي بروتوكول واللي شفناه في السلايدز اللي فاتت. اما الخانه الاخيره ديت دي معناها عندنا الكوست او تكلفه المسار او المتريك بتاع المسار، ديت قيمه عدديه بتعبر عن البرايورتي بتاع المسار، وكل ما القيمه دي قلت كل ما المسار ده بقى افضل، ودي بالتفصيل بتندرس في الجزء الخاص بالراوتنج في كورس سي سي ان اي. تمام. تاني بيشرح الجزء بتاع ال دايناميك راوتنج بروتوكول اللي هو الاي اي جي ار بي، بيوضح ان الشبكه 1.1.0 بتوصل لها عن طريق الاي بي 226 دوت اللي هو السيريال 0/0 في اللوكال راوتر، وطبعا برضو نفس الشبكه 2.1 اللي هي الشبكه دي بوصل لها عن طريق نفس المسار. كده خدنا يعني انترودكشن كده على النتورك لاير، ما حبيتش اتعمق فيها قوي، هي فيها شغل كتير جدا، بس خدنا اللي ممكن نستخدمه في السيشنز اللي جايه باذن الله. اتمنى تكون السيشن مفيده، باذن الله نتقابل في سيشنز تانيه. السلام عليكم.